لو حطينا مثلا نقول مثلا 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 نحط الديرت هنا حيحط الديرت يبدأ ينسحب ولو نروح عند الشيست حق الديرت اللي هو آه هذا اتوقع وانا حطيت ستاك شايفين بدأت تزيد وتنحط هنا يعني يصير لها سورتد هنا فما تنحط هنا ولا هنا ولا هنا فعندي فكر ستوني لكن ما عندي فكر بنائي لكن عموما راح نبدا نبني هذه المنطقه نسوي لها ديزاين معين تدري حوقف فوق الصندوق ونسوي كذا ها وراح يتغير الشكل باذن الواحد الاحد